شكل اتاك which may or may not leave deficit followed by period of remission. تمام؟ إذا يصير له remission ممكن هو عنده deficit بس هو أقل من الإكزازربيشن، فهي هاي فكرة الريلابسنج ريميشن. أو هذا 80% ذولة الريلابسنج ريميشن، يبدي أول ريلابس زين، هاي أول إكزازربيشن، ريلابس الثاني عادة خلال سنتين زين، within 2 years يعني ممكن خلال أشهر، لكن أقصى شيء ما يطول أكثر من سنتين، يعني خلال سنتين يلا يصير أتاك العفو. تمام؟ يعني within 2 years خلال فترة سنتين، يعني ريرلي انه هو يجي ريلابس وورا 3 سنوات يلا صار ريلابس ثاني، ورا 4 سنوات لا، هو خلال فترة سنتين ممكن، يعني within months within خلال سنة، لكن اقصى شيء انه الريلابس الثاني يجي ورا سنتين. يعني اذا طول، اذا اجى فد patient attack والريلابس الثاني ما صار الا بعد سنين طويلة 10 سنوات، هذا جزء مو ملتيبل سكلروس، هذا عنده غير شيء، لأن الريلابس عادة الثاني يكون خلال سنتين. تمام؟ هذا الريلابسنج ريميتينج have an average of 5 إلى 10 new lesion per year and 1 or 2 clinical exacerbation. 85% will develop secondary progressive course. إذن هذا الكورس أبو الريلابسنج ريميتينج قلنا عادة هذا أول ريلابس، الريلابس الثاني يعني ما يطول أكثر من سنتين within 2 years. تمام؟ ذولي 85% من عندهم راح يتحولون إلى secondary progressive، هو كان relapsing remitting كان على شكل بعدين يصير secondary progressive. secondary progressive يعني مو يكون على شكل attack، لا progressive disability. هذول إذن 85% من relapsing remitting بعدين يتحول إلى secondary progressive من يصير axonal damage. إذن secondary progressive هو كان initially relapsing remitting بعدين صار progressive decline. زين ما يصير بي remission و relapse، لا progressive decline. زين ذولا أبو relapsing remitting إحنا قلنا إنه هو يكون على شكل attack، بس ذن الاتاك مو كلهن clinical، مرات sub clinical، يعني بس بالimaging ممكن القفها. إذن هو ممكن 5 إلى 10 lesion per year تصير عنده بالام ار اي تلقف، بس هو يجوز بس 2 attacks clinical، اذا مو كلها clinically detected. زين شوفوا، اذا هو هذا عنده neurological relapsing remission. زين الريلابس مو بنفس الفتره الزمنيه، يعني اكو ريلابس يطول فتره قليله واكو ريلابس فتره اطول. زين اكو ريلابس اقوى من الثاني بس فترته أقصر، أكو ريلابس لا قليل وفترته قصيرة، يعني حتى الريلابس يختلف ما مساوي، مرات كل ريلابس عن ريلابس يختلف. الريلابس ممكن يرجع طبيعي وراء بالرمشن مادته بالرمش، إذن بالرمشن ممكن يرجع للبيزلاين مادته، وممكن لا شوفوا أكو ديسابيليتي حتى بالرمشن، وبعدين ممكن شي يبدي شي يتحول إلى سكندري بروغرسيف يصير with time. وكل ما يبدي يصير secondary progressive راح ويصير axonal damage. من صار axonal damage وصار glyotic change، شي يصير بالبرين فوليوم؟ يصير atrophy، يبدي يقل البرين فوليوم. إذن بس يبدي يصير secondary progressive شنو؟ البرين فوليوم يصير بي atrophy، يعني صار axonal damage وglyotic change. تمام؟ زين ال T2 lesion وال contrast enhancements بالجادولينيوم اللي هي بالام ار اي، شوفوا انا كلينيكال، شوفوا انا بالكلينيكال هذني الاتاكس، هذا اتاك هذا اتاك هذا اتاك، بينما هو بالام ار اي شوفوا ال contrast enhanced lesion شوفوا ايش قد عددها اكثر، معناته شنو؟ اكو lesions طلعت بس ما سوت الكلينيكال. زين يعني مو كلهن، يعني شوف أنا مرات عندي ريميشن بس بنفس الوقت إيش عندي نيو ليجنز موجودة، لأنه مو كل الليجنز تكون كلينيكلي ديتكتبل، إذن بعض الليجن راح تكون سايلنت. زين كل ما أكو كونتراست إنهانزمنت يعني هاي أكتيف ليجن نيو ليجن. تمام؟ وأيضا بالتي تو أيضا تبين،
بالتي 2 ذات تعرفون الليجن الانفلاماتوري اللي هو فلويد يطلع ابيض برايت يطلع بالتي 2 وايضا بالكونتراست يطلع برايت ابيض تمام. ويا التايم راح شنو ويا التايم راح ممكن الليجنز كنيو ليجنز هي تقل مو تقل انه النيو ليجنز بس البرين دي يصير بيأتروفي واكزونال فيصير شنو ممكن صح ما جاي نلقى كونتراست انهانسمنت شوفوا ده تقل الكونتراست انهانسمنت بس الديسابلتي موجوده لان التي 2 ليجنز ممكن موجوده اللي هي ممكن ما تاخذ كونتراست بس هي شنو موجود اكو ليجنز واكو جلايوتيك تشينج واكو اكزونال دامج بروجريسيف بس مو كله ياخذ كونتراست لان وذ تايم راح شنو يعني يتحول من relapsing remitting صار secondary progressive decline without شنو without relapsing remitting. إذن بالبداية كان inflammation والinflammation هو عبارة عن contrast enhancement يبين بال MRI بعدين صار neurodegeneration تحول إلى degenerative disease secondary progressive صار فممكن ما تلقى ذن الcontrast lesion تلقى شنو degeneration زين. فهذا الكورس مهم أخذنا هسه الريلابسنج ريميتنج وعرفنا 85% يتحول إلى سكندري بروغرسيف زين وأكو لا أكو زين عرفنا السكندري بروغرسيف زين أكو لا أكو ذولا شوية رير يسموه أكو برايمري بروغرسيف هو من البداية ما بي ريلابسنج ريميشن هو كله ريلابس كله بروغرسيف ديكلاين without attacks يعني مو على شكل attack لا هو progressive decline واكو من البداية هو progressive relapsing يسموه اللي هو شنو هذا يختلف عن relapsing remitting relapsing remitting بالبداية relapse remission بعدين صار secondary progression اكو لا هو يبدي من البداية هم progressive decline وعلى شكل attack همويا زين اذن هذا progressive decline هذا أبو البروغرسيف ديكلاين حتى بالرميشن ماته هو الديكلاين مستمر ويزيد الحالة سوءا بينما الريلابسنج ريميتنج لا أثناء الرميشن شوفوا ماته يبقى ما يتغير أثناء الرميشن إلا يتحول بعدين سكندري بروغرسيف أما البرايمري بروغرسيف برايمري بروغرسيف ريلابسنج شو اسمه لا هو الديكلاين مستمر ومرات يصير بي إكزازربيشن هيجي فالباتن شوية يختلف الموست كمان هو الريلابسنج ريميتنج اللي هو 80% و85% من هذا الريلابسنج ريميتنج يصير بعدين سكندري بروغرسيف مثل ما شرحنا لكم تمام زين هسه راح ناخذ الفيتشرز اللي ممكن نشوفها خلينا نشوف اكو بعض الاشياء اللي احنا ردي انا ضفتها شوية انه يابه 3 إلى 1 أو 2 إلى 1 قلنا male to female 20 إلى 40 أو مرات يقولون 20 إلى 60 زين وهذا الانسيدنس ماتة وقلنا أكو genetic predisposing human leukocyte certain genetics ممكن إلها دور بس polygenics بالmonozygotic قلنا شقد تقريبا 30% بالfirst degree relative 3 إلى 4 تختلف وقلنا low vitamin D cigarette smoking obesity childhood Epstein-Barr virus كلها هاي تلعب دور وذن الباتنز شرحناهن تقريبا هسه زين هذا كله تقريبا حكينا هسه راح ناخذ الكلينيكال فيتشرز احنا الكلينيكال فيتشرز هسه راح ناخذها ونشوف انه هو راح اكو اشياء كونستيتوشنال فتيج هيديك هاي كونستيتوشنال ممكن يضرب الاوبتيك نيرف يجي اوبتيك نيورايتس ممكن يعني يجي يضرب شنو بالبرين ستيم يضرب هذا الميديا لونجيتودينال فاسيكلس يسوي انتر نيوكلير اوفثالموبليجي هسه ناخذه ممكن السباينال كورد يسوي بي دي مانليشن ويجي سبيسيفيك ساينز هسه راح نشرحها ممكن يضرب السيربيلم ويجي فيد فيتشرز هسه ناخذه السباينال كورد يضربه يا اما على شكل تراكت يا اما يضربه لا مو تراكت يعني لونجيتودينال تراكت يضربه ترانسفيرز مايلايتس ممكن يجي كرينيال بالسي ممكن يجي autonomic dysfunctions زين وممكن يجي حتى شنو depression وها يعني يجي
يجي حتى سايكاتريك فيتشرز بعدين نشوفه. في الكومن بريزنتنج فيتشرز انه مالته يجي يحب يضرب الدورسال، يحب يضرب كل شيء، يحب يضرب الدورسال كولم اوف سباينال كورد. تعرفون انتو السباينال كورد الدورسال كولم شيء مسؤول عن شنو؟ الفاين تاتش والبروبريوسبشن والفايبريشن. فهذا كل شيء يعني تقريبا الفيرست سنسوري تراكت ينضرب هو الدورسال كولم، فيجي هذا سنسوري لوس، يجي باراستيزيا او سنسوري لوس بسبب الافكشن على الدورسال كولم. وقلنا يحب الاوبتيك نيرف يعطيك اوبتيك نيورايتس. زين ممكن يجي شنو ترانسفيرز مايلايتس، يعني السبانال كورد، هذا السبانال كورد لو يضرب التراكت الديسندنج تراكت، وهسه راح نجي نشوفه من يضرب الديسندنج تراكت الاسندنج، العفو الاسندنج والديسندنج تراكت شلون يجي. يعني هذا السبانال كورد، شوفوا خلينا نشوف صوره للسبانال كورد اعتقد موجوده وين صارت هذا. لو يضرب الديسندنج تراكت مال السبينال كورد، يضرب الكورتيكو سبينال تراكت مثلا فيجي موتر، يضرب الكورتيكو سبينال تراكت يجي موتر، يضرب مثلا هسه حكينا الدورسال كولم اللي هن ذني الفيرتيكال تراكت، يعني يضربهم، يضرب الدورسال كولم مال السبينال كورد يجي مثلا سنسوري لوس ولوس اوف فايبريشن لوس اوف بروبريوسبشن، يجي يضرب الكورتيكو سبينال تراكت يجي موتور ويكنس وابر موتور نيورون ليجن. هذا ضربه لونجيتودينلي. زين مرات ايش يضربه ترانسفيرز، هيك ترانسفيرز مايلايتس يجي، وهم فيتشرز اوف ترانسفيرز مايلايتس هسه ناخذ شلون ممكن يجي. زين يجي موتر اذا ضرب الكورتيكو سبينال تراكت، ويجي برين ستيم يضرب برين ستيم مثلا، يجي انتر نيوكليير اوف ثالموبليجيا مثلا. اذا تعرفون احنا الميديان لونجيتودينال فاسيكلس هذا وين موجود، هذا الميديان لونجيتودينال فاسيكلس موجود بالبرين ستيم، يربط بين البونز والميد برين. هذا الانتر الميديان لونجيتودينال فاسيكلس شي يخليك تباوع. انت هسه اذا تريد تباوع لليمنى لازم الابدوسنت نيرف مال العين اليمنى، هسه تريد تباوع لليمنى بعينك اليمنى واللي يسرى اثنيناتهم تباوع لليمنى، تلتفت للي يعني عينك لليمنى، لازم الابدوسنت مال الرايت اي يتفعل، وحتى يفعل اللاترال ركتس مال العين اليمنى ويجرها لليمنى، ولازم الميديال ركتس مال العين اليسرى تتفعل حتى تجر العين اليسرى لليمنى. تمام، هذا من اللي يسوي لك هالحركه ميديال لونجيتودينال فاسيكلس، يربط الابدوسنت مال الرايت اي ويا الاوكليو موتور مال الليفت اي حتى يخليك تباوع لليمنى، حتى هيك تباوع هسه هاي عينك حتى تباوع هيك، حتى تباوع هيك. زين اذا الميدل لونجيتودينال فاسيكلس انضرب ما تقدر تسوي هاي الحركه، يعني ما تقدر تحرك الميديال ركتس، فتبقى عينك هيك تصير، يصير الليفت اي مثلا حسب اللي يجي الليفت او الرايت حسب وين مكان. اذا الليفت ميديال لونجيتودينال فاسيكلس انضرب فهاي الليفت اي ما تقدر تجرها بالميديال ركتس فتصير هيك. زين هاي انتر نيوكليير اوف ثالموبليجيا. المالتيبل سكليروسيس يعني ممكن يبدي يونيلاترال انتر نيوكليير اوف ثالموبليجيا، ممكن تصير بعدين بايلاترال انتر نيوكليير. ف تشوفون بيشنت عنده بايلاترال انتر نيوكليير اوف ثالموبليجيا تفكرون مالتيبل سكليروسيس، فهذا ممكن يصير بالبرين ستيم، وممكن يضرب اذر كرانيان نيرفز بالبرين ستيم، يجي تراي جيمينال نيورالجيا مثلا. هسه نشوف فالاي ان او انتر نيوكليير اوف ثالموبليجيا يصير عندهم بسبب افكشن على الميديال لونجيتودينال فاسيكلس. زين زين بعد احنا قلنا يضرب الاوبتيك نيرف يجي اوبتيك نيورايتس. زين يجي اوبتيك نيرف هسه راح نشوف. اذا يضرب الاوبتيك نيرف فشي يجي عنده، يجي اول شيء هسه قلنا ممكن فتيكو يجي اوبتيك نيورايتس، ممكن هذا عادة الأوبتيك نيورايتس هو يجي الأرليس مانيفستيشن موست أوفن. إذا مرات يجي الأرليس مانيفستيشن هو أوبتيك نيورايتس، يجي أرلي. تمام إحنا قلنا زين ذولا كلهم كومن بريزنتينج، بس هذا الأرليست. إذا مرات يجي الأرليس هو أوبتيك نيورايتس. تمام
عادة unilateral ممكن يصير ويا pain شيء يكون هو impairment بالvision. إذن vision وعندهم الcolor color blindness يصيرون. إذن الcolor vision يتأثر عندهم. وبما إنه الoptical ضرب فاللight reflex ماتة راح يكون شنو damaged يعني يقل light reflex يصير relative afferent pupillary defect ما يستجيب كلش لللight reflex. تمام؟ إذا نيجي optic neuritis ما يستجيب كلش المن لللايت ما يصير pupillary constriction بس يسموه relative afferent relative يعني هو مو total loss ما صار optic atrophy لا optic damage يجي relative afferent. الoptic atrophy وين يصير بالchronic زين بالchronic يصير optic atrophy زين هاي relative afferent زين هذا صار بالoptic nerve. بعد شي يجي internuclear ophthalmoplegia حكيناها INO إذا صعب شنو إذا صعب البرين ستيم والميديال لونجيتودينال فاسيكلس مثل ما شوفتكم شلون راح زين. بعد شنو يجي ممكن يصيب السبانال كورد زين على شكل ترانسفيرز مايلايتس هذا السبانال كورد يصيبه هيك ترانسفيرز فشكو تراكت نازل يوصل لهنا وافكتد فشي يصير عندهم باراباريسز بارابليجيا ان بار اكثر شيء اللور لمس راح تتاثر باراباريسز زين فيتاثر يصير بارابليجيا ويكنس زين بروجريسيف باراباريسز بسبب الترانسفيرز مايلايتس مرات الترانسفيرز مايلايتس مو هيك كلير كات كله تصيب نص من عده فيجي شي يسموه إذا تتذكرون هذا شون الهيمي دايسكشن اللي يصير بالسبانال كورد شي يسموه براون سيكارد سيندروم ناخذه بعدين بالسبانال كورد مو ما نتوسع به بس هذا إذا الترانسفيرز مايلايتس ما أخذت السبانال كورد كله أخذت نصه صار براون سيكارد سيندروم يجي مرات. هسه احنا جدا نشوف كونستيتوشنال فتيغو هيديك افتهمناها أوبتيك نيورايتس عرفناها عادة الأيرليس وتجي عادة يونيلاترال INO internuclear ophthalmoplegia قلناها زين الانترنيوكلير تجي عادة bilateral إذن bilateral internuclear ophthalmoplegia تفكر multiple sclerosis يعني هسه الانترنيوكلير هو اشياء سوى ممكن ستروك ممكن تيومر بس من تجي bilateral أفكر multiple sclerosis زين. بعد قلنا شنو ممكن يجي transverse myelitis فيجي paraplegia زين وبلادر ديسفانكشن ايضا مرات يجي بارشيال فيجي شنو بارشيال براون سيكارد زين اللي حكينا ممكن يضرب الكرينيان نيرفز فيجي مثلا فيشيال بالسي اذا ضرب الفيشيال نيرف يجي ترايجيمينال نيورالجيا يجي ديبلوبيا اذا اثر على الاكسترا اوكيلر ماسلز والهاي زين يجي اوتونوميك ديسفانكشن يجي انكونتيننس urinary incontinence بلادر تتأثر impaired sexual functions كلها هاي لأنه كل اللي تراكت الناس لو الهاي رايح للبلادر والsexual organs كلها تتأثر زين. بعد شنو ايش يجي بعد هسه هو ضرب ذني ضرب هسه لحد الآن أخذنا ضرب الoptic nerve ضرب الميديال لونجيتودينال فاسيكلس والبرين ستيم سوى انترنيوكلير اوفثالموبليجيا ضرب السبانال كورد سوى ترانسفيرز مايلايتس او برانسي كارد مرات يضرب شنو التراكت مال السبانال كورد فشي يسوي لك هاي الليرميت ساين او الليرميت سيمتومز اللي هي شنو هاي ما اعرف الفاظها تينجلينج ان ذا سباين الكتريكال شوك سنسيشن هاي شنو هي الكتريكال شوك اعتقد موجوده هنا electrical shock-like sensation induced by flexion or other movement of the neck that radiates down the back into the legs. Rarely it radiates into the arm. هو مو يضرب الspinal cord. فالspinal cord من ينضرب يصير مثل irritation بي. فيصير هذا electrical shock-like مثل الكهرباء. مثل كأنه مثل النتلة صير عده. وين flexion؟ من يسوي flexion بالspine؟ لأن التراكس مع الspinal cord مضروب. فصار عند الليرميت ساين او الليرميت ساين او شيء ما اعرف شلون الفضل هاي وين ريفليكشن وين يصير الراديشن مالته للليجز تو ذا باك اوف ذا ليجز اقل من الارمز
هايلرمت سايب بسبب الإفكشن على الاسبينال كورد. تمام زين. بعد شنو مرات شي يجي ترايجيمينال نيورالجي، إذا يجيك بيشنت عنده ترايجيمينال نيورالجي ممكن يجي يونيلاترال يجي بايلاترال ترايجيمينال نيورالجي. فمن يجيك بيشنت عنده ترايجيمينال نيورالجي خاصة من يكون يانج فكر بالملتبل، وقلنا فيشيال بالسي يضرب الكرينيال نيرفز هميني فيجي ريكارنت فيشيال بالسي. إذا فيشيال بالسي من يجي على شكل ريكارنت وهم أبسود وإكزازربيشن أفكر هذا السالفة شنو يجوز ملتبل سكليروسس. تمام. فالسنسري لوس هو الموست كومن هو السنسري، لأن احنا قلنا الفيرست تراكت كسنسري تراكت ينضرب هو الدورسال كولوم ويسوي لك زين، لكن الموست كومن ايرليست هي الاوبتيك نيورايتس. لكن اذا هسه اكثر شيء سنسري وراه يجي الاوبتيك نيورايتس، هذا يجي ايرليست. وقلنا اكو ويكنس، باراستيزيا، ديبلوبيا اذا اثر على الاكسترا اوكيلار مسل، اتاكسي. ليش يصير اتاكسي؟ يعني يصير سيربيلر انفولفمنت، سيربيلر انفولفمنت يضرب السيربيلم ويجي على فشي اسمه تشاركوت نيورولوجيكال ترايد. شنو هي تشاركوت نيورولوجيكال ترايد؟ سكانينج سبيتش السيربيلم من ينضرب التايب اوف سبيتش مالتنا يسموه سليرد او سكانينج سبيتش، نستاجمس وانتنشن تريمر. مثل ما تعرفون السيربيلم من يصير بي ليجن يصير انتنشن تريمر، يعني تريمر وايل شنو وايل موفمنت. تمام. ويا نستاجمس وسكانينج سبيتش، اذا هذا الترايد اوف سكانينج سبيتش نستاجمس اوف اند انتنشن تريمر معناته السيربيلا منضرب. تمام. وقلنا الليرمت ساين بسبب انه السبينال كورد، هذا من يتاثر السبينال كورد ويجي ابر موتور نيورون. ليش؟ لين يضرب شنو كورتيكوس بانال تراكت فيجي سباستيسيتي وهايبر ريفلكسيا وبابينسكي ممكن. وقلنا يضرب الدورسال كولوم فيصير لوس بالفايبريشن والبروبريوسبشن وباراستيزيا زين. ويجي هاي الفيتشر كلش حلوه ابسنت ابدومينال ريفلكس. الابدومينال ريفلكس اللي هو واحد من السوبرفيشال ريفلكس ريفلكسز، من يكون ابسنت نفكر هذا يعني ممكن ملتيبل سكليروسس. احنا عاده من يصير ابسنت ريفلكس نفكر هو lower motor neuron lesion hyporeflexia يصير باللور. بس هذا multiple sclerosis أو العفو الابدومينال ريفلكس هو الوحيد اللي من يصير absent نفكر هذا يجوز upper motor neuron lesion اللي هو مثلا multiple sclerosis. إذا absent abdominal reflex تفكر إنه هذا upper motor neuron lesion، وعادة multiple sclerosis يسوي absent abdominal reflex. زين. وبعد شوفوا هاي الليرمت ساين اتاكسيا مثل ما قلنا يضرب السيربيلم. وذني هم يعني فيشل بالسي ديمنشيا من بسبب من يصير برين اتروفي، امبوتنس قلنا سكشوال انفولفمنت، بلادر ديسفانكشن، ممكن ابيليبسي الى اخره. زين بعدين نكمل.